Bismillahirrahmanirrahim. An example 2.4. I design rectangular section for the beams, loads and row values shown B. Beam weight is not included in the load given. يعني dead load أو الوزن البيم غير متضمن بالقيم الموجودة على الأشكال، يعني تحتاج تضيف أو تحسب dead load أو self weight للبيم. Show sketch of cross section including bar size, arrangement and spacing assume classic concrete 24 كيلو متر مكعب FY 420 والإبداس C 28. عندنا تبعنا simply supported constructed بالمنتصف 100 كيلو نيوتن والديد لود الإضافي 25 كيلو نيوتن. الرو يقول لك خذها تساوي نصف رو بالانس. أول خطوة قدر وزن البيم أو الأبعاد البيم الابتدائية من جدول 9.5 ال H. هذا simply support أخذناه تقريبا يساوي L على 16. ال L 12 متر ضربناه في ألف أصبح 12000 على 16 على 750. استعملنا 800 مليم والإفكتيف كبر 75، ف 800 ناقص 75 يكون D 725. فرضنا ان ال بي يساوي 0.5 H او ارتفاع الكلي نصف الارتفاع الكلي في 800 يكون 400 ملي. استعملنا اكبر منه بقليل ب 450، فسعدنا ال H 800 وال بي نوجد من وزن العتبة. اذا بيم ويت 0.45 في 0.8 في كثافة الكونكريت اللي هي 24 يعطينا 68 كيلو نيوتن لكل متر وزن البيم يونيفورم لود على طول العتبة. نحسب ال W ultimate و ال M ultimate. W ultimate عندنا هنا ديد لود ونضيف له ال self weight اللي هو 8.6 نضربه في 1.2 نحوله الى W ultimate. ما عندنا يونيفورم لود لايف لود، فيطلع عندنا ال W ultimate فقط ديد لود اللي هو 40.368. الكونستركتد لود لايف لود ضربناه في 1.6 يكون 160 كيلو نيوتن لكل متر. ترسم الشير والمون دايجرام يعطيك اكبر عزم 1206.6 كيلو نيوتن في متر. وجدنا العزم اللي حنصمم على اساسه او البيندنج مومنت. هنا فارضين الفاي يكون 0.9. الرو هو بالمثال او بالسؤال قاعد يستعمل رو بالانس، رو يساوي نصف رو بالانس. من معادلة روبان صفحة 21 نصف 0.5 في 0.85 في بيتا 1 هنا اللي هي 0.85 والإف داس سي والإف واي عوضيها، والإف سي نيو أو انفعال الكونكريت يكون هذا قيمة الحفاظ 0.003 والبالانس الإف سي نيو يكون 0.002. هذا عندنا 144.5 بالألف رو أقل من رو ماكسيموم اللي هي تقدر توجد المعادلة أو جداول خاصة أو لدول آخر. هنا نستعمل طريقة الجداول. أنت عندك العزم و R توجده من جدول أي خمسة. عندنا من جدول أي خمسة اللي F Y 420 الاف داس تي 28 تنزل، وعندك الرو 0.01445 تقريبا هذا المقدار يطلع عندك الار اللي هي قيمة 5 point something اللي هو واجدها تكون 5.39. وجدنا قيمة الار من هاي العلاقة اللي هي ام التيم يساوي في ار في بي دي سكوير، حولنا اصلا طرفين حصلنا على قيمة بي دي سكوير يساوي ام التيم على فاي ار تطلع هذا المقدار. نفرض قيمة ال B هنا فرض 450 معوضها بالمعادلة ناخذ جذر الطرفين طالع عند D يساوي 644. إذا يوز D أكبر من هاي اللي هو 800 مليم. هنا البيندينج هاي القيم ال D وال B يتقاوم البيندينج مومنت، قيم الساق يتقاوم الديفليكشن، مرات تطلع أكبر من أخرى. هنا ناخذ قيمة البيندينج ونسلح على أساسها. المعادلة نفسها نعكسها باتجاه معاكس، عندك ال أصبح البي والدي معلوم. الام التمت تقدر نوجد قيمة الار وتروح نفس الجدول اي خمسة توجد رو الحقيقية. ليش وجدها مرة اخرى؟
لان زائد مقدار البي والدي، فاذا تكون قيمه الرول وجدنا المعادله يعني كبيره قللها او القيمه اللي تطابق البي والدي الحقيقيات. بعد ما نعرف قيمه رو اروس تي يساوي رو في بي دي، عوضها نوجد قيمه مساحه التسليح على جدول اي 2، ووجد اختار حديد تسليح هذا جدول اخذ 32 مقدار كبير اللي هو 3 32 او 6 العفو 6 32، لان المساحة كلش كبيرة اللي هي اكبر منها، فالستة 32 هنا اللي هي تقابل 4914، بالمثال طالع المساحة 4500، ناخذ مقدار اكبر منها بقليل، واذا يكون البي اتش البي 490 اتش 190 او مرات تستعمل 900 لاغراض التنفيذ يكون اسهل. هذا رسمنا المقطع اللي هو البي 450 والاتش 890، مرات تستعمل 900، استعملنا 6.32 4 طبقتين، والسبيسنج واي شيكل هي المسافة بين قضبان حديد تسليح، هاي المسافة يكون تساوي 450 ناقص 2 في 40 كلير كور من حافتين ناقص 2 في 10 تاري، بعدين نصم وشير ناقص 4 في 32 4 قضبان 32 على 3 المسافات يطلع لنا 74. اذا اوكي ممكن تستعمل طبقتين وهكذا. عندنا الكانتليفر بيم، هنا عندنا كانتليفر بيم السبان مالته 5 متر وديك الدبليو ديد 26 كيلو نيوتن لكل متر واللايف لود 20 كيلو نيوتن لكل متر. قال لك استعمل رو يساوي 0.18 اف دوت سي على اف واي من الجدول 95 الخاص بال اتش بالكانتليفر يساوي ال على 8. هذا الجدول عندنا البيمز او ون وير السلاب يكون الكانتليفر ال على 8، ونوجد قيمة الارتفاع اللي هو 5000 متر في الف، 5000 على 8 يساوي 625، كبرناه بمقدار قليل اللي هو 650 ملي. فرضنا الايفكتيف كفر 75 في 650 ناقص 75 يطلع 575 ملي دي. فرضنا كذلك البي يساوي 0.5 اتش اللي هو ارتفاع اللي هو 650 يطلع 325، زيدنا بمقدار اصبح 350 مليمتر. فعندنا البي والاتش نقدر نحسب وزن البيم، كل هو ذاكر كل حال ما محسوب وزن البيم، بيكون 0.35 البي في 0.65 الاتش في كذا في الكونكريت يكون 5.46 كيلو نيوتن لكل متر اللي هو وزن ديد لود على طول البيم. نحسب الـ W ultimate والـ moment والـ M ultimate 1.2 في dead load اللي عندنا 26 زائد 5 4 46 يعني الـ cell void اللي ضافه إلى الـ imposed dead load زائد 1.6 في 20 live load يعطينا 69 7 بالعشرة كيلو نيوتن لكل متر الـ W ultimate. هنا الـ cantilever العزم ما تكبر ما يكون بالجدار اللي هو W في L هاي المساحة في L على 2 ذراع المساحة يكون هذا العزم. عندنا W حسبنا L 5 تربيع على 2 يعطينا 871 17 كيلو نيوتن متر. أما تحسب من هاي العلاقة أو ترسم المون دايجرام يعطيك أكبر قيمة الجدار أو هنا منطقة اتصال البيم مع الهيكل الكونكريتي أو المبنى. فرضنا 5.9 الرو معطينا علاقة إلى 0.18 اف دوت سي على اف واي طلعت قيمة، قارنها بالرو ماكسيموم والرو مينيموم، لازم تكون أقل من الرو ماكسيموم وأكبر من الرو مينيموم. إذا أوكي حددنا قيمة الرو ابتدائية، رحنا الجدول أي 5 وعندك معلومية الرو هاي 0.012
وعندنا ال f داش c وال f y اللي هو جزء قيمة ال r، ومن هاي العلاقة نحصل على b d سكوير هي m ultimate على phi r. من وجدنا هاي العلاقة نفرض قيمة ال b فارضين انها 400، مع وضيب هاي العلاقة تحصل على effective depth اللي هو 733، استعمل مقدار اكبر منه قليل اللي هو 750. رجع نفس العلاقة وسطين طرفين، حسبنا قيمة r، ونرجع للتيبل اي 5 نحسب الرو، لان مطور عدلنا بالابعاد نرجع نعد نحسب القيمه الحقيقيه او الصحيحه للرو تكون اقل من هاي القيمه ناحيه كذلك اقتصاديه. اريا اوف ستي ساي رو في بي دي الرو 0.00114، البي 400 والدي 750، اذا يعطينا مساحه 3420. نروح التيبل اي 2 نختار مساحة اكبر منها، طالع عندنا 7.25 ملي من هو بالانش، والبي يكون 400، الاتش هذا القيمة والله في هو 90 يعني متوقع طبقتين، وبعدين نضيف الى 10 ملي بحيث يكون الرقم صحيح 85 ملي، يعني بالتنفيذ 50 ملي او 5 سنتيمتر افضل من ما تبقى ارقام كسور، والسبيسنج مشيكها طالع اذا 73 اوكي. هذا بالنسبه للكانتيليفر بيم. عندنا المثال الاخير في المجموعه اللي هو الاوفر هانجينج بيم، ذات بروز من الطرفين، مثل ما نقول كانتيليفر من الطرفين، الفضاء طوله 16 متر، 12 متر بالوسط و3 متر 3 متر للاطراف. الرو نفس الحالة السابقة لك اخذ 0.18 FDC على FY، و ال W dead load المسلط الخارجي 30 كيلو نيوتن لكل متر، اللي مثلا اوزان كاشي او اجزاء انشائية اخرى، و ال live load 20 كيلو نيوتن. اول مرة قدر وزن البيم، هنا وزن البيم نروح الجدول 9.5 جدول، فعندك هنا both end continuous مستمر من الطرفين، فيكون ال h يساوي l على 21، او اذا من طرف واحد لكن هو من الطرفين، واستعملنا l على 21. الفضاء 12 متر اللي هو 12000 ملي اللي هو بين المساند على 21، طلع عندنا ال d او ال h العفو 571، زائد المقدار 600، أخذنا لي فيكتور كور 75، ف 600 ناقص 75 يساوي 525، فرضنا بي يساوي 0.5H، وجدنا قيمة البي زيدناها بمقدار، فأصبح البي والإتش على أغراض حساب وزن البيم 0.35 BPH كذا الكونكريت، استخرجنا وزن البيم، ضفناه على الديد لود اللي هو 30، والديد لود يضرب في 1.2 واللايف لود في 1.6. حصلنا على الالتيميت لود. ترسم الشير من دايجرام تحصل على قيمة موجبة وسالبة، يعني عندك هاي القيمة هنا موجبة بالمنتصف اللي هو تطلع 999، وفوق المساند يكون سالب فيكون 333 كيلو نيوتن في متر. هاي المومنت دايجرام فقيمتين، فنحن نسلح هنا بالاسفل وهنا اعلى، الاعلى النيجاتيف. خلينا نبدا نحسب وحده وحده، البوزيتيف والنيجاتيف. البوزيتيف هنا اول شيء اسيوم 5.9 الرو نفسها 0.18 اف داس تي في على اف واي، طالع القيمه عندنا تكون نفس القيمه السابقه، اقل من رو ماكسيموم اكبر من رو ماكسيموم. من التيبل اي 5 وجدنا قيمة r ل 4.51. نبدأ بالعزم الموجب، فمن العلاقة من جدول bd سكوير m ultimate على phi r عوضنا ان وجدنا هاي العلاقة، فرضنا b 400 ملي وعوضنا وجدنا قيمة d زائد مقدار كان 800 ملي. من عدد قيمة d ترجع تحسب ال r مرة اخرى m ultimate على phi bd سكوير، كانت القيمة 4.34، تروح الجدول اي 5 توجد قيمة الرو اللي هي اقل من الرو. اريا اوف ستي ساي رو في بي دي
وجدنا مساحة من جدول أي اثنين، وجدنا 8 فاي 25 مليم. هذا بالعزم الموجب اللي هو بمنتصف الفضاء، اللي هو البي يساوي 400، والإتش يساوي عندك الدي ضفنا 400، والإتش 850. المفروض تكون قيمة أكبر. هذا بالنيجاتيف شيك السبيسينج. بالنسبة للبوزيتيف النيجاتيف العزم يختلف، نفس التعويضات السابقة يطلع عندك دي 400 والبي 400 العفو والدي 453، فناخذ أكبر وحدة لأن هو عتبة مستمرة، فناخذ قيمة الدي 800 اللي هي بالحالة السابقة، و لأن العتبة هي قطعة واحدة يعني ما يفضل انه تكون كل جزء ارتفاع شكل، فيكون ام التيميت فاي بي دي سكوير توجد قيمة الار. تروح على تيبل اي 5 توجد قيمة الرو، كانت الرو تلاحظ ان الرو عالية 0.0037، والرو مختاريها من العلاقة 0.00 هنا اقل عفوا اقل. فا اس رو في بي دي نوجد المساحة، ونروح الجدول A2 كذلك مختار هو 3.25، وماخذ البي والإتش ومشيك السبيسينج من نيجاتيف 1 لاير، ما يحتاج 2 لاير لأن 3.25 كان 8.25 منطقة البوزيتيف.